السلام عليكم، انا حاتم كمال من بروجكت اكتشف. كنت ممبر في الباك اند تيم. اول حاجه هنتكلم عنها هو انتروداكشن للباك اند ولجانجو، وليه استخدمنا اجاكس في بعض الصفحات، وايه التاسكس اللي عملتها باختصار. اول حاجه عندنا في الباك اند ان في سيرفر بيبقى متوصل بيه ويب اب واي بي اي وداتابيز. الويب اب والاي بي اي بيبعتوا للسيرفر ان هم عايزين معلومات معينه، الداتابيز بتتشيك ان اليوزر ده ليه الصلاحيات ان هو يقدر يشوف المعلومات دي، لو ليه صلاحيات بيبعتها للسيرفر، السيرفر بيبعتها للويب اب والاي بي اي. بعد كده عندنا في الجانجو عندنا مين بروجكت، ده يعتبر قلب المشروع، بيبقى فيه سيتنجز بنكونفيجر فيها الابلكيشن، واليو ار الز بتدايركت على اليو ار الز اللي في الابلكيشن. الابلكيشن ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه المودلز اللي فيها الداتابيز والفاليديشن بتاعت كل يوزر، واليو ار الز اللي بتدايركت على الفيوز اللي بتدايركت بتدورها على الاتش ام ال تمبلت، والفورمز اللي بتتحط بتتبعت مع الفيوز بحيث ان اليوزر يعرف ينبوت داتا من عنده. الاي بي اي ده بيبقى فيه سيريالايزر ويو ار الز وفيوز. السيريالايزر دي بتبقى حاجة شبيهة بالفورمز هنا، بس بتحول الديتا عندنا لجيسون فورم. بعد كده هنتكلم ليه استخدمنا اجاكس في بعض الصفحات عندنا. اول حاجة ان احنا بنقدر نابديت البيج من غير ما نريلود البيج، ونقدر نريكوست او نريسيف داتا من السيرفر بعد ما البيج لودت، وان احنا بنقدر نسند داتا للسيرفر في الباك جراوند. بعد كده هنتكلم في التاسكس اللي انا عملتها. اول تاسك فيها كانت عبارة عن فاليديشن ستيب، واحنا بنكريت يوزر، ان لو اليوزر مفروض يبقى مرتبط بشوب لازم يبقى مرتبط بشوب. يعني ان لو الشوب من الاربع انواع دول، سواء جنرال مانجر او مانجر او كاشير او داتا انتري كليرك، لازم نتأكد جوه كل موديل ان واحنا بنكريت اليوزر ده ان يبقى كونكتد لشوب. عشان كده احنا ضفنا بيرميشن في كل موديل، بس ده كان ريبيتد كود، فاحنا استخدمنا ميكسين. الميكسين ده هو كود صغير بيتكرر في كذا كلاس، وبيعمل حاجة واحدة بس، بنكتبه في حتة بره كل الكلاسز دي، وبنحطه بنخلي كل كلاس تنهرت الميكسين ده. الميكسين ده انا بتشيك اليوزر تايب، لو اليوزر تايب ده موجود في اليوزر تايبس دي بنتأكد ان هو كونكتد لشوب. لو هو كونكتد بنكمل العملية عادي، لو مش كونكتد بنطلع لليوزر نقول له ان لازم يبقى كونكتد لشوب. تاني حاجة عندنا كان ان لما المانجر يكون عايز يشوف البرودكتس اللي عنده، فبيبقى في كويري بتتعمل. الكويري دي بتتعمل جوه فانكشن اسمها get query set. احنا عايزين المانجر ده يشوف البرودكتس بتاعت الشوب بتاعته بس، فاحنا جوه الفانكشن دي تأكدنا ان هو لو هو مانجر احنا هنفلتر بان هو يبقى البرودكتس بتاعته بس اللي بتظهر، ولو هو سوبر يوزر اللي هو الادمن بتاع الموقع كله ده بنديله بيرميشن ان هو يشوف كل البرودكتس، لو حد تاني بيرجع له امتي كويري سيت. بعد كده عندنا ان لو الكاشير بيعمل اوردر، احنا عايزين نطلع انفويس لما يعمل الاوردر ده، فاحنا ساعتها لازم الاوردر يتعمل الاول وبعد كده الانفويس. استخدمنا عشان حاجة زي كده استخدمنا فانكشن اسمها ريسبونس ات. الفانكشن دي اللوجيك اللي جواها بيتنفذ ما بين حاجتين، بعد ما الاوبجكت بيتكريت في الداتابيس، وقبل ما الريسبونس يرجع لليوزر. ففي الفانكشن دي احنا اتاكدنا ان لو احنا تشيكينا لو اليوزر ده هو الكاشير اللي بيكريت الاوردر، ساعتها الانفويس بتتعمل في نفس الوقت. بعد كده كنا عايزين نتأكد ان لما اليوزر يطلب طلب معين، يبقى الكوانتيتي اللي هو بيطلبها ما تبقاش اكتر من الستوك اللي موجود عندنا. عشان كده استخدمنا فانكشن اسمها كلين، ودي بتبقى لما الاوبجكت بيتعمل او لما الاوردر ايتم بيتعمل. في الكلين دي اتأكدنا ان الكوانتيتي تبقى اقل من الستوك، لو هي اقل منها نكمل عادي نكريت الاوردر ايتم،
لو هي اكتر منها لا احنا بنريز الايرور ان احنا نقول ان الماكس اماونت عدت او اكسيد. بعد كده كنا عايزين نتشيك اليوزر تايب في الانفويس اند بوينت، ونعمل الاتي. اول حاجه لو اليوزر ده نوت اوثنتيكيتد احنا بنرجع له ايرور 401 ان اوثورايزد. تاني حاجه لو السوبر يوزر، لو هو سوبر يوزر احنا بنخليه يشوف كل حاجه. لو كاشير اور مانجر بيشوف الحاجات اللي ريليتد للشوب بتاعه. لو اي حد تاني بيشوف الـ الحاجات اللي ريليتد ليه هو. الحاجات دي حطيناها في الجيت ميثود اللي موجوده في الاي بي اي بتاع الانفويس. بعد كده التاسك اللي بعد كده كانت ان احنا كنا عايزين امبورت او اكسبورت سي اس في برودكت. فانا في بالنسبه للاكسبورت اعتمدت على اتش تي بي ريسبونس، ان انا مع الريسبونس انا ببعت السي اس في بتاع البرودكت. وفي الامبورت كنا محتاجين ان لو المانجر عايز يحط برودكت في الداتابيز بتاعته، ان هو مش هيحط برودكت واحد واحد، لا هو هيمبورت سي اس في مكتوب فيه البرودكت اللي هو عايزها. احنا عشان نمبورت السي اس في ده هو بيعدي تو فاليديشن ستريبس. اول حاجه ان الكولومنز نيم تبقى زي اللي احنا عايزينها، والتايب بتاع الداتا اللي موجوده جوه الكولوم نيم. ده فيديو صغير بيوضح مرحله الامبورت. احنا عندنا هنا الاي دي كان 11، بعد كده بندوس امبورت وبنبراوز نشوف السي اس في اللي احنا عايزينه وبنابلود السي اس في ده. هنا الاي دي بقى 31 زي ما احنا شايفين. تاني كاتيجوري في التاسكس اللي انا عملتها كان التمبلت فيوز، ودي ان هي بعد ما بستلم HTML فايلز والستاتيك فايلز من الفرونت اند تيم ان انا بكونكتها للداتابيز. الكلام ده بعمله في الفيوز دوت باي، برايت اللوجيك بتاعي اللي انا عايزه فيه، واليو ار اللي بيدايركت على الفيوز اللي بيدايركت على التمبلت. بعد كده احنا كنا عايزين نعمل اد تو كارت باتن، عشان كده استخدمت الفورم بحيث ان اليوزر يعرف يدخل الداتا اللي هو عايزه. هنا نفس الكلام بالنسبة ان انا كنت عايز اعرض الانفويس از بي دي اف او الديتيل انفويس. نفس الكلام برضو زي التاسك اللي قبل كده، بس بعت الاوردر داتا للصفحة دي بحيث ان هي تعرض الانفويس دي. بعد كده كان ان انا وصلت الفوتر بيجز بالحاجات اللي المفروض تروح لها، سواء كانت سيرفيسز او اباوت او التيرمز او البوليسي البرايفسي بوليسي. بعد كده عملت الكارت فيو تمبلت، وفيها ان احنا بنجيت البرودكتس اللي موجوده في الكارت نعرضها للكلاينت، او بنبوست الميثودز الكلاينت يقدر يعملها سواء كانت اد او ابديت او ريموف او كلير. في الجيت احنا بنجيت الكارت سيشن، ونجيب كل البرودكت اللي موجوده في الكارنت شوب. الكارنت شوب ده فاريبل موجود جوه السيشن. من البرودكتس دي بنجيب اساميها وبنجيب الكوانتيتيز اللي فيها والبرايسز، وبنباص الحاجات دي لل HTML فايل اللي بيتعرض عند الكلاينت. بعد كده في الاد احنا بنبعت البرودكت اي دي بحيث ان هو يأد البرودكت ده للكارت ويخلي الشوب بتاعها في الكارنت شوب. نفس الكلام في الابديت، بس بنبعت معها الكوانتيتي. وفي الريموف بنبعت البرودكت اي دي بس. وفي الكلير بنبعت كلير بس، وبيشيل كل البرودكتس الموجوده في السيشن، اللي موجودة في الكارت اللي موجودة في السيشن. وده فيديو صغير بيوضح العملية دي. هنا احنا عملنا add to cart فالبرودكت اتضاف. كذلك هنا. بعدها عملنا update للبرودكت، فاتعمل له update. كذلك هنا. ولما جربنا الابديت بكوانتيتي اعلى من الستوك عمل لنا كوانتيتي اكسيدد، وكذلك شغلنا الريموف. بعد كده تالت كاتيجوري معانا وهو الاي بي اي فيو، او هو زي التمبلت فيو في حاجات كتير، وبنستخدم فيه الريست فريم ورك.
احنا في الـ API ده احنا اول حاجة عملناها ان احنا بنجيت كل البرودكت اللي موجودة في الكارت مع الكوانتيتي بتاعتها، وبعد كده بنكريت الاوردر عشان نحط فيه الاوردر ايتمز اللي بنحط فيها البرودكتس اللي احنا جبناها قبل كده، وبعد كده بنجيت التوتال برايس اللي احنا المطلوب من اليوزر، وبنرتين الداتا دي كلها للاند بوينت. هنا كان حاجات زيادة على التشيك اوت، ان احنا اضفنا البيمنت ميثود، ان لو البيمنت ميثود كان كاش اون ديليفري مفيش حاجة بتتغير عن اللي قبل كده، ولو هي كريدت كارد احنا بنضيف بس في اليو ار ال اللي بيدخل فيه بيانات الكريدت كارد بتاعته. بعد كده احنا كنا عايزين في الكارت نخلي كل شوب ليه الكارت بتاعته عشان نعرف نكريت الاوردر اللي بيبقى ما بين الشوب واليوزر. عشان كده استخدمنا variable جوه السيشن سميناه current shop. current shop ده بيبقى فيه اخر شوب الكاستمر عمل اضاف منه product او شال منه product او update product منه. احنا ساعتها اضطرينا ان احنا نغير شوية في اللوجيك بتاع ال delete بتاع ال remove بتاع ال product، ان احنا نخلي لما ال user remove product لو في products موجودة في نفس الشوب الشوب ده بيبقى هو الكرنت شوب، لو ما فيش بنختار اخر شوب موجود في الكارت بتاعتنا. بعد كده اخر حاجة عملتها كانت اتعملت لكل تاسك من اللي فاتوا برضو، وهي التست، ان انا بتست ان الحاجات اللي عملتها شغالة بحيث ان احنا لما نعدل على الكود بعد كده ما يظهرش مشاكل في الاخر. فايه اللي بيحصل في مرحلة التست دي؟ اول حاجة بتبقى مرحلة السيت اب، ان انا بسيت اب الانفايرمنت اللي هبتدي اتست عليها. بعد كده في مرحلة التستينج ان انا ببدأ بقى ان انا اجيب الـ الحاجات اللي ممكن تحصل، سواء بس سواء ان الاوبريشن دي تفيل او الاوبريشن دي تتم، وتست ان كانت لما تفيل هتفيل فعلا، وان كانت هتتم فعلا ولا لا. وفي الاخر احب اشكر كل التيم وكل اللي كان معايا في الفترة دي، وكانت دي تجربة حلوة جدا مريت بيها.